يمكن القول بأن الرواية الحكومية تقول بأن هذا الشاب الذي يبلغ من العمر 17 عاما ويدعى يائيل كان قد قاد سيارة صباح يوم أمس في وقت مبكر، لم يمتثل لطلب الشرطة بالوقوف عند نقطة تفتيش، مما دفع بأحد ضباط الشرطة وهو يبلغ من العمر حوالي 38 عاما إلى إطلاق النار. طبعا هذه الحادثة وقعت بالقرب من العاصمة الفرنسية باريس، وبالتحديد في منطقة نونتير كما أشرت غرب العاصمة. ليلة أمس شهدت مواجهات عنيفة بين رجال الأمن وعدد كبير من المحتجين على مقتل هذا الشاب. المظاهرات لم تشمل فقط منطقة نونتير بل امتدت إلى ضواحي أخرى، لعل أبرزها هي منطقة جينفيليه في على مقربة من العاصمة، حيث أيضا شهدت مواجهات وتوترات بين الشرطة الفرنسية والمحتجين الذين قاموا بإضرام النيران في عدد كبير من العربات، عربات النقل، وأيضا في مواقف الباصات العمومية، فضلا عن إغلاق عدد كبير من الشوارع في تلك المناطق. الشرطة الفرنسية من جانبها وبحسب وزير الداخلية الفرنسي جيرال دارمانا كان قد قال بأنه تم حشد 1200 رجل أمن ودركي لمواجهة هذه الأعمال، أعمال العنف والشغب. أيضا هنالك عملية اعتقال لأكثر من 31 شخصا في هذه المواجهات. من جانبها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان قد قال وغرد صباح هذا اليوم بأنه يقدم التعازي لأسرة هذا الشاب، وبأن العدالة الفرنسية سوف تأخذ مجراها، خصوصا وأنه يتم التحقيق في ملابسات هذا الحادث الذي وقع، بالإضافة أيضا إلى أنه دعا الفرنسيين إلى التزام الهدوء في تلك المناطق المشتعلة. لكن الأكيد بأن كثير من السياسيين على الطرف الآخر يحاولون استغلال هذه الحادثة التي وقعت، وعلى رأسهم زعيم حزب فرنسا الأبية جون لوك ميلانشون اليساري الراديكالي الذي قال بأن الشرطة الفرنسية تقوم بالاعتقال وتقوم بتوجيه نيرانها إلى الفرنسيين، موجها أيضا الاتهام إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن أعمال اعتداءات الشرطة قد ارتفعت كثيرا في ولايته الثانية، خصوصا مع المواجهات التي تشهدها بين المحتجين والمتظاهرين في الأشهر الماضية، وأيضا الحادثة التي وقعت يوم أمس. والدة الشاب المقتول الذي يبلغ من العمر 17 عاما كما ذكرنا كانت قد خرجت في مقطع فيديو بث على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو فيه الفرنسيين إلى النزول إلى الشوارع يوم غد في مسيرة بيضاء كما أسمتها في تمام الساعة الثانية بعد ظهر يوم غد بتوقيت باريس، للتعبير عن تضامنهم ووقوفهم مع عائلة هذا الشاب، بالإضافة أيضا إلى التنديد بممارسات وعنف الشرطة الفرنسية. المشهد يمكن وصفه بالمختصر بأنه نوع من الترقب، هنالك تجديد أمني في تلك المنطقة لا يسمح لكثير من الأشخاص بالوصول إليها، خصوصا بأن أعمال الشغب من الممكن أن تستمر هذه الليلة وأيضا خصوصا ويوم غد، خصوصا مع دعوات التظاهر كما ذكرنا، بالإضافة أيضا إلى أن الشرطة الفرنسية على أهبة الاستعداد تحسبا لاستغلال هذه الأوضاع وهذه الظروف التي تعيشها تلك المنطقة من قبل أشخاص خارجيين لم تسميهم الحكومة الفرنسية ولا أيضا وزير الداخلية. لكن الأكيد بأن الشرطة الذي قام بتنفيذ هذا العمل، وبحسب محافظ الشرطة أو رئيس شرطة باريس، بأنه كان شك بأنه قد يتعرض للخطر مما دفعه لإطلاق النار، لكنه اليوم هو في المراكز الاحتجاز، سيتم التحقيق معه والنظر في ملابسات هذا الحدث على أن تصدر النتيجة النهائية خلال الأيام المقبلة. إذن علاء الدين صلال مراسل الغد من باريس، شكرا جزيلا لك.